الله وبركاته. مين ايه؟ وحشتوني جدا. مش عارفه اذا كنتوا سامعين صوتي كويس ولا لا، بس النهارده هعمل لكم ريفيو عن شامبوهات. انا سبق وكلمتكم قبل كده عن شامبو من هيربل اسنسز في فيديو منفصل عن الروتين العناية بالشعر. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في الديسكريبشن بوكس، ريت تروحوا تشوفوه. النهاردة ريفيو عن المجموعات، الثلاث مجموعات من لوريال، الفيف، المجموعة السمراء والمجموعة الأورنج، وفي مجموعة تالتة بس أنا جربت الاثنين دول بس. خليني اكلمكم الاول عن الشامبو من هيربل اسنسز والشامبو من لوريال. الشامبو من هيربل حلو قوي، سبق شكرت لكم فيه قبل كده، بس انا شايف ان هو بالنسبه لكميته وسعره حلوين قوي. بالنسبه للوريال كميته وجودته وسعره بصراحه الموضوع شويه مش مريح، شويه مش عاجبني، مش عارفه ليه. طيب، هيربل فيه مكونات طبيعية زي ما انتوا شايفين كده، كل المكونات بتاعته اللي في صنع الشامبو مكونات طبيعية. ده بالرمان، وكلمتكم قبل كده عن ان هو ليه كذا منتج او ليه كذا حاجة طبيعية محطوطة فيه، يعني في جوز الهند وفي حاجات تانية كتير. الفيف المفروض ان هو عن طريق الاعلانات اللي موجودة في النت والسوشيال ميديا المفروض ان الشامبو فيه نسبة زيوت بتعالج الشعر، بس انا ما لقيتش الزيوت. يعني هو هنا كاتبين الارجينين والبروتين، انا ما حسيتش حاجة في الشامبو بتقول الموضوع ده خالص. على عكس بقى انه الشامبو من هيربل شوية خفيف على الشعر، من الفيف تقيل على الشعر، بيحتاج انك تخففيه اكتر بالمية. يعني انا هنا سبق قلت لكم انتوا تاخدوا كمية بسيطة وتخففوها بمية، هنا لازم تخففوها جامد بمية عشان يبقى خفيف على الشعر ميبقاش تقيل. وحسيت ان شعري تعب قوي معي مع الشامبو بالاخص، يعني مرتاحش مع الشامبو ده. هيربل الكونديشنر بتاعتهم ريحتها حلو، جودتها محتاجة استمرارية في الاستخدام، يعني لازم تستخدميه فترة طويلة علشان تشوفي الجودة. على عكس بقى الفيف، الكونديشنر من الفيف هايل، من تاني او تالت استخدام لي هايل جدا، ويمكن المجموعة دي، المجموعة الاورنج دي، هي المجموعة الحلوة. الفيف ب28 جنيه تقريبا على ما اذكر، ب26 جنيه. هيربل كان ب50 او حاجة و50، وبعدين كمية دي اكبر من الكمية التانية، بس الكونديشنر من الفيف حلو قوي بصراحة. انا لما جبته ما كنتش عملت الاختبار او عملتش التست اللي كان على الويب سايت بتاعهم. دلوقتي تقدروا تخشوا على الويب سايت بتاعهم، هسيب لكم الويب سايت في الديسكريبشن بوكس. بتحطي مشاكل شعرك، يعني مثلا انت شعرك فيه تقصف هتختاري تقصف، شعرك محتاجة ان هو يلمع، محتاجة ان هو يبقى ناعم، كل الحاجات دي هتحطيها، وفي الاخر هيقولك انت المفروض تاخدي انهي مجموعة، وهيقولك مين من المشاهير اللي بيستخدموا المجموعة دي من الفيف. بصراحة انا لما عملت التست اكتشفت ان الاورنج هي اللي تناسبني اكتر من البلاك، فبصراحة زعلت ان انا جبت البلاك وجبت الاورنج الاثنين مع بعض عشان اجربهم، فحسيت انه الاورنج ده كويس. يعني الاورنج ده للشعر الجاف وصعب التمليس، مع ان شعري مش كده، بس يمكن عشان بستخدم زيوت كتير فمحتاجه حاجه تكون قويه زي دي. عجبني وما عجبنيش الشامبو عموما، كمان الشامبو بتاع الاورنج ما عجبنيش، مش عارفه ليه ما ارتحتش معاه. بس يعني المجموعه السمراء ما عجبتنيش، لا ضد تساقط ولا حاجة، بالعكس شعري بيقع تاني عادي جدا زي ما هو. هيربل زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي عملته ان هو فعلا بيساعد على ان الشعر يطول. يعني هيربل اللي بالرمان ده علشان الشعر يطول،
انا فعلا بعد ما استخدمته وبعد ما عملت الحاجات اللي انا عملتها دي فعلا شعري بدأ يطول. وزي ما قلت لكم برضو ان الهيربل ده فيه 10% او 10+ حاجة كده كرياتين، بيخلي الشعر شوية مفرود بعد الاستخدام. لو هنصح نجيب ايه من الحاجات دي من الشامبو والحركات دي، انا شايفة انه الشامبو من هيربل هيكون خفيف وحلو على شعرك، والكونديشنر لو انت عايزة كونديشنر بس يدي ريحة للشعر ويفضل ثابتة لحد ميعاد الشاور الجديد يبقى هاتي الكونديشنر من هيربل. لو انت عايزة كونديشنر يعالج او بلسم يعالج هاتي الفيف. هو ده كل حاجة عن المجموعة من الفيف. الاعلان اللي فيه الفيف الاورنج ما بيكدبش، فعلا بيساعد الشعر وبيخلي الشعر شكله حلو، لما الفيف او لوريال باريس الاسمر ده او الموف يعني ايا كان اللون مش ولا بد يعني ما عجبنيش، ممكن يكون على شعر ناس تانية احسن من شعري انا. وبكده اكون كلمتكم عن لوريال وقلت لكم كل ريفيو عنه بعد استخدام تقريبا شهر. وليه انا غيرت من هيربل اسنسز لوريال؟ المفروض الطبيعي ان اي بنت تغير الشامبو بتاعها كل 3 شهور، شامبو كريم البشره كريم كل منتجاتك كل 3 شهور لازم تتغير علشان الجسم ما يتعودش على حاجه معينه وما يبداش يستقبلها. يعني لو انت بتعملي مثلا ماسك لوشك بمنتجات معينه، بعد 3 شهور غيري شكل الماسك ده او غيري الماسك ده عموما. وانا نزلت لكم الصوره دي على الانستغرام، تقدروا تحطوا لي عليها اسئلتكم وهرد عليكم هناك، وممكن ارد عليكم كمان في فيديو هنا على اليوتيوب. ممكن تكتبوا لي اسئلتكم تحت في الكومنتس وهكون مبسوطه جدا وانا برد على اسئلتكم. وما تنسوش تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وجروب الفيسبوك اللي بندردش فيه مع بعضينا، وكمان الانستغرام وسناب شات. ادي صوره السناب شات، تقدروا تعملوا كابتشر او تقدروا تاخدوا الاسم وتحطوه على السناب شات. بحبوه جدا جدا جدا، والسلام عليكم.